موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيقول الحافظ اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير وإن ماتوا عن غير توبة، ولا يوجب التكفير إن ماتوا عن غير وإن ماتوا عن غير توبة. فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا العنوان هو ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر. فمن تاب نرجو أن يتوب الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا ما نقولش نجزم يا شيخ، ولا نرجو أن يغفر الله على أساس إن التوبة كده كده محسومة من عند ربنا إن هو هيقبلها، ولا نتحفظ على من تاب يتوب الله عليه. ولأن من تاب التوبة بشروطها يتوب الله عليه. من تاب التوبة بشروطها يعني ندم، والندم توبة، أقلع عن الذنب وعزم على عدم العود، وإن كان متعلقا بحق من حقوق الناس فإنه يؤدي إليهم هذا الحق، فهذا الله سبحانه وتعالى وعده أن يغفر له. فنقول إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أما إن مات على ذلك مصرا فأمره إلى الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. ودليل ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية يوم القيامة: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. وكذا أيضا سيأتي أحاديث فيها ذكر ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن ستره الله فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يعفو عنه ويتوب عليه. أما إن مات مصرا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا رد على الخوارج والمعتزلة، فالخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة قالوا وحكموا عليه في الآخرة أنه من أهل النار خالدا فيها. وأما المعتزلة فقالوا هو في منزلة بين منزلتين، في منزلة يعني هو فاسق بين القول كافر وبين القول بين قول مؤمن. قالوا: لا نقول كافر ولا نقول مؤمن، وإنما نقول فاسق. وأهل السنة يقولون: مرتكب الكبيرة فسق بكبيرته،
فسق بكبيرته، أما هؤلاء يقولون فاسق ليس معه أصل الإيمان أي كافر، فخالفوا الخوارج مقالا وافقوهم مآلا، قالوا بخلودهم في النار يوم القيامة. أما الأدلة على ذلك من السنة ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم فكثيرة، يذكرها رحمه الله تعالى بأسانيده، فيقول: وعن أبي سفيان قلت لجابر: كنتم تقولون لأهل القبلة إنكم كفار؟ قال: لا. وعن سليمان اليشكري: أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال: لا. وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا يرجون لأهل الكبائر، وصلى علي بن أبي طالب على قتل معاوية. هذا كله سأذكره إن شاء الله بأسانيدهم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا، يعني من جرح لا يجهزون عليه، ومن ولى لا يتبعونه ولا يسلبون القتيل، لأنهم يرون أنهم مسلمون. وعن أبي الجوزاء قال: ليس فيما طلبت من العلم ورحلت فيه إلى العلماء وسألت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت الله عز وجل يقول: لذنب لا أغفر، بل الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، أي لمن تاب. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر رضي الله عنه أنه سئل عن أصحاب الجمل فقال: مؤمنون وليسوا بكفار. وعن محمد بن سيرين قال: لا نعلم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما، تأثما يعني خشية أن يصيبهم إثم من الصلاة على أحد منهم. وعن النخعي: لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة. وعن عطاء: صلى علي صلى صلي هذا أمر صلي على من صلى إلى قبلتك. وعن الحسن أي البصري قال: إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه. وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك: إذا عرف الله فالصلاة عليه حق. وعن مالك فيما رواه عنه ابن وهب: إن أصوب ذلك وأعدله عندي إذا قال لا إله إلا الله ثم هلك أن يغسل ويصلى عليه. وعن أبي إسحاق الفزاري قال: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري: هل تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل؟ قال: لا. وعن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد مثله. ثم يذكر هذا الكلام بالأسانيد، ويذكر أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر بأسانيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما بلغ يعني سدرة المنتهى، أي لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ولفظ ابن كرامة لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. هذا في الصحيح، وهناك أيضا لفظ في الصحيح في السماء السابعة، فيجمع بينهما
أن أصلها في السماء السادسة. إليها ينتهي ما يخرج من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما يغشاها قال صلى الله عليه وسلم فراش من ذهب. فأعطي الصلوات، فأعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته المقحمات، يعني إلا المقحمات وهي الكبائر. قال ولفظ ابن المغيرة وغفر لأمته ما لم يشركوا بالله شيئا، أخرجه البخاري ومسلم. كما ذكرنا الكبائر تحتاج إلى توبة، إن مات الإنسان مصرا عليها فهو في مشيئة الله. وبسنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه بشرى، أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق، واللفظ لحديث محمد بن الوليد وليس في حديث محمد بن بشار. وإن زنى وإن سرق إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا دليل لأهل السنة في هذه المسألة، من مات موحدا لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي فيها وعيد لمن زنى أو سرق أنه من أهل الجنة لكنه في خطر المشيئة، قد يغفر الله له، قد تكون له أعمال تكفر هذه الكبيرة فيدخله الله الجنة دخول الفائزين، وقد يعذب لكن مآله إلى الجنة، وقد يعذب بقدر ذنوبه ويخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، فيكون هنا المعنى أنه لا يدخلها دخول الفائزين لكن مآله إلى الجنة. وبسنده عن عطاء بن السائب عن الزهري قال قال لي عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، قال لي عبد الملك بن مروان هذا الحديث الذي جاء من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقلت أين تذهب يا أمير المؤمنين؟ هذا قبل الأمر والنهي وقبل الفرائض، هذا سند ضعيف، بل هذا الحديث محكم ومعمول به ودليل لأهل السنة في ذلك، في هذه المسألة أن مرتكب الكبيرة هذا في خطر المشيئة، إن مات مصرا على كبيرته ولم يشرك بالله شيئا، هذا ضابط عظيم، هذا قيد ثقيل، ولم يشرك بالله شيئا، فهذا أمر إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، هذا حديث قدسي، من عمل حسنة فله عشر أمثالها، ومن عمل سيئة فجزاء مثلها وأغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة، قراب الأرض يعني ملؤها،
انظر لرحمة الله وعفوه وكرمه. قراب يعني ملء الأرض، ملء الأرض أو ما يقارب ملؤها. ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت لها له مثلها مغفرة. لكن القيد هنا إيه؟ لا يشرك بي شيئا، لم يشرك بي شيئا، هذا القيد، هذا القيد العظيم. وهذا فيه فضل التوحيد وفضل لمن مات على لا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا. ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لفظهما قريب أخرجه مسلم. هذا ومثله من أحاديث الصفات، أمروها كما جاءت بلا كيف. فهذا نثبته لله سبحانه وتعالى، ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، يعني من غير نفي ومن غير تمثيل. لا نماثل ربنا، لا نماثل صفات ربنا بصفاتنا، ليس كمثله شيء. ولا تحريف، لا نحرف النص، ولا تكييف، يعني لا نطمع في إدراك كنه هذه الصفة، ولا تكييف كما قال الإمام مالك رحمه الله. الاستواء معلوم، يعني معلوم لغة، في لغة العرب معناه العلو والارتفاع. الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع فوق عرشه. الاستواء معلوم، والكيف مجهول. والكيف مجهول، كيف استوى ربنا على عرشه؟ الله أعلم. فمثل هذا نؤمن به، وهذا من صفات أفعال ربنا سبحانه وتعالى. فإنه عز وجل قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهو قريب عز وجل من عباده قرب عام بمعنى الإحاطة، وقرب خاص من عباده المؤمنين. وهذا القرب الخاص لازمه التوفيق والتسديد والرعاية والحفظ والكلاء والصيانة. وهنا هذا يتضمن رحمة الله بعباده، وكذا أيضا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يعطي لعباده الخير الجزيل، وهو أسرع بالخير إليهم سبحانه وتعالى. وفيه حث على ذكره سبحانه وتعالى والاقتراب منه بطاعته سبحانه وتعالى. وبسنده عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربكم عز وجل: ابن آدم، إنك إن تأتني بقراب الأرض خطيئة بعد ألا تشرك بي شيئا جعلت قرابها مغفرة لك ولا أبالي. سبحانه. وهذا سنده حسن. وعن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، الأعرابي ومن يسكن البادية، وكان الصحابة يحبون مجيء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه فيتعلموا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ما الموجبتان؟ يعني ما الموجبة التي توجب دخول الجنة، وما الموجبة التي توجب دخول النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. إذن هذا يضمن فضيلة من مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يعبد الله، من جاء يعني يوم القيامة
يعبد الله لا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر فإن له الجنة. فسألوه ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة يعني بغير حق، وفرار يوم الزحف. وهذا حديث صحيح. وهذه بشرى عظيمة جدا، بشرى عظيمة جداً